حقيقة حصيلة بيع 17 شركة حكومية مصرية في 30 شهر. أيوة خبر أهو زي ما بيقول حضراتكم، ما حصيلة بيع 17 شركة حكومية مصرية في 30 شهر. حققت مصر وبيعتبروا إن ده يا جماعة نجاح كبير. أيوة الخبر بيقول لك كده، مصر حققت نجاح كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية. الشيزوفرينيا اللي موجودة بين العنوان وبين متن الخبر تخليك تعرف قد ايه الناس دي مش فاهمة حاجة. اولا هو بيقول لك ايه، حصيلة بيع 17 شركة، ثم يأتي بعد ذلك في متن الخبر ويقول لك حققت مصر نجاح كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية. هو انتم ما عندكوش فرق بين الاستثمار والبيع؟ انا بقول لك اه، هم ما عندهمش، هم بيستخدموا كلمة الاستثمار يقنعونا بها كمواطنين ان ده استثمار وجذب مستثمرين، وفي الحقيقة هم بيعملوا ايه؟ بيبيعوا، ولما بيبيعوا بيفرحوا ويقولوا ان ده نجاح وان دي انتصارات واحنا حققنا انتصارات كبيرة جدا باننا بعنا الاصول. ايوه يا جماعة، حصيلة طرح 17 شركة على المستثمرين والكلام ده كان من 2022، الرقم 5.7 مليار دولار. البيانات والرقم جبته لك منين؟ ده وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، التابع لمجلس الوزراء المصري. يعني الرقم ده مش من عندي. صناديق الاستثمار الخليجية وعلى رأسها أبو ظبي التنموية القابضة استحوذت هي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. يبقى احنا كده بنربط الكلام ببعضه وبنحاول نجيب ما بدأنا به هذه الحلقة النهاردة إلى هذا الخبر، وإن احنا نطلع الراجل بتاع الاستثمار يقول احنا تحت أمركم وعرضن لكم وعاملن لكم موقع وتعالوا، وبعد كده نروح ننور لهم البرج الأيقوني. طيب ثم بعد ذلك نلاقي واحنا بندور نكتشف ان هذا الصندوق، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يستحوذ على الحصة الاكبر من الاستثمارات اللي انا قلت لك ان هم 17 شركة حكومية مصرية اتباعوا في قد ايه؟ في 30 شهر. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، سنة 1983 جمهورية مصر العربية أسست شركة هامة جدا بتشتغل على توزيع الغاز. الشركة الهامة جدا اللي بتشتغل على توزيع الغاز دي اسمها شركة إيجاس المصرية. الشركة دي يا جماعة الحكومة المصرية بتمتلك فيها أكتر من 84% منها، و الصندوق السعودي، يبدو أن الصندوق السعودي السيادي عايز يدخل يستثمر في هذه الشركة ويشتري هذه الشركة. شوفوا الخبر بيتكلم على استحواذ في العنوان، لكن في المتن أو في الخبر نفسه بيتكلم على شراء نسبة من هذه الشركة. الاستحواذ حاجة وشراء نسبة من الشركة حاجة تانية خالص. لكن خليني أقول لكم معلومة مهمة قوي من نص ذات الخبر اللي جابته روسيا اليوم. بيقول إيه؟ مسؤول رفيع المستوى في غاز مصر في تصريحات لموقع المال أو جريدة المال أن الشركة لم تتلقى أي عروض رسمية حتى الآن فيما يخص شراء حصة فيها من قبل مستثمرين خليجيين. ماشي يا عم المسؤول، شكرا. ثم أضاف إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاز تمتلك 84% من شركة غاز مصر، بينما النسبة الأخرى أسهم حرة للتداول. ماشي. ثم تابع وقال قد يكون، اسمعوا بقى الحتة دي عشان فيها حتة حلوة قوي، قد يكون أحد الكيانات الخليجية أبدى رغبته لدى جهات عليا في شراء حصة من أسهم غاز مصر، ولكن الشركة لم تتلقى حتى الآن أي نبأ عن هذا الأمر. عايز أقول لكم إيه؟ عايز أقول لكم إن الشركة في جزء منها معروض في البورصة فعلا،
والمستثمر اللي عايز يخش يشتري ما يخش يشتري فعلا من الاسهم الموجوده في البورصه ويعلي سهم الشركه ويخليها ربحانه وحالتها يعني كويسه وصحيه وطبيعيه. لكن في مسؤول خليجي، بص الكلام ماشي ازاي في عالم الاستثمار. من شويه انا جايب لك رئيس هيئه الاستثمار يعني تقريبا بيدلل على الاخوه السعوديين المستثمرين السعوديين بيقول لهم يعني تعالى هتجد ما يسرك. لكن لما بيجي الكلام بجد بقى في قضيه استثمار حقيقي وشركه حقيقيه بيبقى الكلام من الجهه السعوديه الى مسؤول هام في الدوله ذا منصب رفيع. يعني ما بتجيش بقى المحامين ها ومحاسبين والمدير التنفيذي ويخش يقعد بقى عند هيئه الاستثمار ويقول ورينا يا استاذ موضوع الغاز ده عايزين نستثمر فيه وورينا الاوراق. لا 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 الاستثمار في مصر مع الاخوه الخلايجه مختلف. الاخوه الخلايجه بيكلموا الشخص المهم في المسؤول في الحاجات في الجهات العليا والجهات العليا بتقول له اه طبعا يا سلام ده انت تؤمر. هل ده استثمار؟ لا. هل دي فرص متساويه لاخرين؟ لا. هل انت عارض الفرصه فيجي المستثمر البحريني ويجي المستثمر السعودي ويجي المستثمر الهندي ويجي المستثمر البريطاني ويجي احمد سميح ويجي محمد سميح ويجي جرج السميح يحاولوا يستثمروا؟ لا. انت بتعمل استثمار بالمقاس كانك بتفصل بدله للمستثمر. طب ده يا جماعه حاجه تنجح؟ يعني دي حاجه تطلعنا لقدام؟ دي يا جماعه حاجه فيها قانونيه ولا فيها شبهه فساد